إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، نسير مع شوطنا الرابع عشر الخاص بفئة الأبكار اللقاية المهجنات لهجن أبناء القبائل. نتابع مباشرة المركز الأول والصدارة الشبابية في المركز الأول، خليفة بن هزيم بن محمد المسافري من يقدم الشبابية على المركز الأول. المركز الثاني لامار ناصر بن محمد بن هزيم المسافري، ثالث المراكز منصورة مصبح بن سعيد بالبثر الخاطري، والمركز الرابع هذه اشتعال لسعيد بن محمد بن ربيع بن مطر الاكتبي قادم. المركز الرابع وخامس المنطلقات جلمودة منصور بن سيف الراشد بن سالمين المنصوري. المركز السادس من الجانب الآخر العزرة لسعيد بن مطر بن خويدم الشامسي يتقدم. المركز السابع المركز الثامن هنا الذيبة أحمد بن خلفان بن راشد القمزي قادم يقدم لنا الذيبة على المركز الثامن. والمركز التاسع غلا لسعيد بن مطر بن عمير الخاطري يتقدم مع غلا على المركز التاسع. المركز العاشر الروية خلفان بن عبد الله بن سرحان الغفلي يقدم لنا الروية. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة. ونداؤنا الأول، نداؤنا الأول، تعرفنا معكم مع نداؤنا الأول على الأسماء المشاركة لدينا والشعارات الحاضرة، لنعود مرة أخرى إلى البداية والصدارة والمركز الأول. وأرى منصورة من تسيطر على المركز الأول لمصبح بن سعيد بالبثرة الخاطري من يقدم منصورة على البداية والمركز الأول. المركز الثاني لامار ناصر بن محمد بن زيم المسافري يقدم لامار في ثاني المراكز. المركز الثالث وصول من اشتعال لسعيد بن محمد بن ربيع الاكتبي. والمركز الرابع، المركز الرابع الشبابية خليفة بن زيم بن محمد المسافري يقدم الشبابية. المركز الرابع وخامسا تتقدم العزرة سعيد بن مطر بن خويدم الشامسي يقدم لنا عزرة على المركز الخامس. سادسا جلمودة لمنصور بن سيف بن راشد بن سالمين المنصوري يقدم لنا جلمودة على المركز السابع مشاهدينا الكرام. والمركز الثامن هذه الذيبة أحمد بن خلفان بن راشد القمزي. والمركز التاسع من الجانب الأيمن مغثة سعود بن محمد الخريباني النعيمي وعلي
عاشرا أتابع سمحة عبد الله بن علي بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة أيها الأعزاء مشاهدين الكرام للمراكز الأولى التي نتابعها التي نرافقها التي نشاهدها ونستمتع بحضورها ومشاركتها في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، اشتعال اشتعال، تشعل هذا الشوط تشعل هذا الشوط نار. سعيد بن محمد بن ربيع الاكتبي من يقدم اشتعال على المركز الأول على الكادر الأول. المركز الثاني منصورة مصبح بن سعيد بالبثرة. المركز الثالث لامار ناصر بن محمد بن زيم المسافري يقدم لنا لامار على المركز الثالث. المركز الرابع الشبابية خليفة بن زيم بن محمد المسافري يقدم لنا الشبابية. المركز الرابع. المركز الخامس هذه العزرة 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 لسعيد بن مطر بن خويدم الشامسي وجلمودة. جلمودة تحركت. منصور بن سيف بن راشد بن سالمين المنصوري وهنا الذيبة أحمد بن خلفان بن راشد بن غليطه القمزي. الله الله الله، وين بغادر وين بغادر الناموس. لا زالت اشتعال 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 مع الكيلومتر الأخير مع الكيلومتر المثير. روحي يا اشتعال روحي للناموس سعيد بن محمد بن ربيع الاكتبي. ولكن القادمة منصورة مصبح بن سعيد بالبثرة يقدم لنا منصورة على المركز الثاني والمركز الثالث. هذه العزرة لسعيد بن مطر بن خويدم الشامسي والقدوم القدوم من الذيبة أحمد بن خلفان بن راشد القمزي. الله الله، بن سرحان وصل يقدم الروية خلفان بن عبد الله بن سرحان الغفلي. ولكن البداية البداية والصدارة البداية والصدارة ما بين منصورة ما بين اشتعال اشتعال ومنصورة منصورة واشتعال. لمن هذا الشوط؟ بالبثرة بالبثرة الخاطري وسعيد بن محمد بن ربيع الاكتبي. الله الله الله، الثنتين الثنتين عادت اشتعال عادت اشتعال، اشعلت المنافسة اشعلت زمام هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، حيذ السير حيذ الأداء حيذ الإقلاع حيذ العرض. هذا هو العرض الذي يهز الأرض. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيك يا اشتعال. هذه اشتعال سعيد بن محمد بن ربيع بن مطر الاكتبي. صباح الخير يا رع اشتعال، تهانينا على هذا الإنجاز وهذا الأداء الجميل. المركز الثاني لمصبح بن سعيد بالبثرة. المركز الثالث كانت بالمركز الثالث الذيبة أحمد بن خلفان بن راشد القمزي. المركز الرابع شعار مشاهدينا الأعزاء بن خصيف أتى في المركز الرابع مع خيال سعيد بر لسعيد هناك بن خصيف من أتانا في المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء. والمركز الخامس لحظة لخليفة بن سالم بن مطر الراشدي.